تعالوا بقى نعمل العجينه. العجينه البسيطه جدا السهله ما فيهاش اي حاجه. عندنا ايه هتنزل بالمقادير بالظبط؟ عندنا دقيق، عندنا زبادي، عندنا ميه، عندنا ملح، ممكن انا هستخدم بودره الثوم، ماشي، عندنا جبنه فتة وسبانخ وفلفل اسود وكمان لا فصوص ثوم، انا هستخدم بودره الثوم بدل فصوص الثوم. خلاص، طب هنحط الحاجات الجافه كلها مع بعض، ماشي، البودرة الثوم مع الدقيق مع الملح، وهخلط معاهم الزبادي كلهم مع بعض. يبقى انا حطيت هنا ايه؟ الدقيق والملح وبودرة الثوم، وهحط معاهم الزبادي. الميه بقى على حسب ما هحتاج. ليه دايما بقول كل دقيق بيحتاج كميه ميه مختلفه؟ طبعا الكمية معروفة بس ممكن نزود حبة أو نقلل حبة. طيب هبتدي احط حبه ميه صغيرين فتره لحد ما احس ان العجينه بقت ايه، لمت كده كلها في مكان واحد. بصوا بسيبها كده تخمر، هي ما فيهاش خميره، هي مش هتخمر، هي هتريح. هقعد افردهم كده، وحضرت الطاسه بتاعت الكريب وبسخنها اهو عشان تبقى سخنه جدا، اول ما تنزل على الطاسه تستوي على طول. نعملها بقى على شكل دايره، على شكل مربع، مستطيل، اللي يعجبنا. هوريكم، هي سهله قوي. يعني عايزه اقول لكم، فكرت وانا بعملها دلوقتي ان انا ليه كورت كل كور اللحمه، كنت سبت شويه عملت لكم بيها واحده كده من الايه، عيش بلحمه، اللي هو ايه، الحواوشي بالعجين يعني. خلاص اهو، نعمل اول واحده عشان ايه، ريحت شويه. هحط الجبنه الفته اللي بالسبانخ، على خفيف قوي. بصوا بضغط على خفيف، خلاص، نقطة زيت بس كده، نقطة. بصوا اهو دهنتها كده بالزبده، بصوا عملت كده بالزبده وهي ايه، بتستوي كده زي ما انتم شايفين. اولا بتديها طعم حلو قوي، وبتديها لمعه جميله، وبتتحمر كمان، بتديها تحميره كده حلوه قوي. بصوا